السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في كوسينا مع دادي ياسين. اليوم غنوجد معكم واحد جوج وصفات كيجيو جد رائعين باردين، مكونات اقتصادية. يلا معايا الوصفة الاولى. غنحتاجو اطر ونص ديال الحليب، جوج معالق ديال دانون عادي او سكر، ثلاثة المعالق ديال السكر. بسم الله. غنبداو غنشد واحد الطنجره، غنخوي فيها الحليب. انا عدت الكاس في العبر ديال السيترو، غنبدا نخوي في الحليب حتى نكمل الاطرونوس ديالي. ودابا غندير فوق البوطه، غنخليه حتى يسخن، يعني تقريبا مبقى له والو غير الفيض. غنشد السكر، دانون، ونص كاس الحليب، ونحركهم جيدا، وكنخليو على جنب. ها هو سخن لينا، طفيو العافية ونكملو. نحيدو لي، نحاول نحيدو لي هادي كتكون فوق، رغم ملي كيسخن كتسخن ليها الفوق، نحيدوها. ونزيدو عليه داكشي اللي خلطنا من قبل، دانون والحليب والسكر، ونحركوه مزيان. صراحة هذا كيجي رائع، كيليق الرمضان في الصيف. حنا دابا الصيف على الأبواب، زعما كيكون مبرد كتشربيه، كيجي صراحة جد هائل. غنخليو دابا على جنب حوالي جوج دقائق حتى يبرد لنا واحد شويه ونكملو. ها هو دابا برد واحد شويه، غنديرو في هذه القرعه. بسم الله. دابا غنديرو في هاد المنطة، غندفيه مزيان، غنخدي في بلاصة تكون سخونة. هادي دايرها غير الخبز ولا بحال ما هكا الريب، صافي. أنا غنخليه ليلة كاملة، ولكن إلا بغيتو تجدوه مع الصباح ويكون في العشية واجد ديرو مع الصباح. أهو الريب ديالنا وجد، درتو ليلة كاملة، خشيتو في التلاجة حتى برد. ها هو الشكل ديالو كيفاش كيجي، خاطر صراحه، كيجي رائع جدا ولذيذ لذيذ. شوفوا القوام ديالو كيفاش داير. غنديرو في كيسان، ندير لي شوية توت البري أو العفران بويصة، نحاول نعطي واحد شوت اللون. أنا درت لي هاد شوت الفواكه، نتوما تقدرو ديرو اللي بغيتو، الفواكه اللي بغيتو، ولا تخليو بحال ما هكاك. صراحة كيجي مديد بزاف، يعني جربوها كيما كن ما غتندموش عليها إن شاء الله. دابا غنبداو في الوصفة الثانية، اللبن، غنوجدو اللبن.
دابا ان شاء الله غنضرب باللبن. كنحتاجو كاس هذا بحال كاس العصير ديال اللبن وجوج اطرو ديال الحليب. كاس ديال اللبن كنوجدو كميه كثيره ديال اللبن مع الحليب. غنشد القرعه اللي كانت عندي فيها الماء خوات من الماء وخليتها باش ندير فيها اللبن. بسم الله نشوف اول حاجه غنضيف اللبن. جربوا هاد البنات صراحة كيجي رائع. ماخدش الوقت بزاف يعني الزر ما كيتصاوب. حاجة واحدة هو خاصو يبقى يعني انا كنحضر دائما في الليل وكنخليه حتى الصباح. هذا هو الوقت اللي نحطو فيه ونخلي في الصباح. مع الصباح كنلقى موجود الا كان الحال سخون بالزربه يعني كنلقاه موجود. كنخشي في الثلاجه يبرد صافي. ها هو وجد اللبن ديالنا صراحه كيجي ما نقولش لكم انا جربته صراحه وعجبني ما بقاش كنستغنى عليه. ونحركوه جوج دقائق حوالي جوج دقائق. دابا انا كنداز جوج دقائق وانا كنحرك فيه غنخليه في الكوزينه مع الكوزينه سخونه. غنخليه حتى انا نخليه ليله كامله حتى الصباح ان شاء الله. وغنحل الا حليناه لقينا باقي فيه بحال الحليب نسدوه ونرجعو نخليوه ونحركوه كل شويه. نبدا نحركو فيه كل شويه نحركو من اللي ولي بحال البن نديرو في الثلاجه. جد خليته ليله كامله. ها انتم شوفوا معايا كي كيكون القوام ديالو كيجي صراحه لذيذ. البن شوفي كيفاش كيجي. ها هو الشكل النهائي ديالنا ديال اللبن. صراحه كيجي لذيذ بزاف. كيجي المذاق ديالو بحال المذاق الشرقي ما كيجي فيه لا حموضيه لا والو. صراحه كيجي رائع. انا شديت درت ليه واحد التوتس البري من فوق وانتم كيبقى لكم الاختيار اللي بغيتو ديروا ليه حتى الفواكه اللي عندكم ولا بحال ما هكاك بوحدو. صراحه كيجي بنين. كنتمنى انها عجبتكم الوصفات ديال اليوم. الى عجبكم الوصفات ما تنساوش ديروا لي لايك وتشاركوا معايا في القناه وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم كل جديد ديالي. مع السلامه الى حلقه قادمه ان شاء الله.